بتملحها زايد ملحة واللي ناوي فيها الصلحة ينسى. كيف بديناها تكبير تكبرنا قيمتنا صغرى ورضينا بجو التصفير. فكر كيف الفكرة كبرى كيف بديناها تكبير تكبرنا وقيمتنا صغرى ورضينا بجو التصفير. قعدنا كيف السلبيين اللي رضي يعيشوها بالدين وتمينا من فجعة لفجعة اللي ركبنا ضغط وسكر. للي دمدمهم مولاي ديموم الدنيا لو رامت تكسر قرن اللي غواي. ما دامت هي ما دامت للي دمدمهم مولاي ديموم الدنيا لو رامت تكسر قرن اللي غواي. واللي ينوي فيها النية تبقى نظايا مرضية يعيش عزيز ويا لصيته. شوف كلامي وانت قار الآن الوحدة موبايل من مصرف الوحدة. تطبيق الوحدة موبايل يمكنك متابعة حسابك المصرفي بواسطة هاتفك النقال، حيث يوفر خدمات مصرفية متكاملة عبر هاتفك المحمول. يمكنك الاستفسار عن معلومات حسابك المصرفي والاستفسار أيضا عن أسعار بيع وشراء العملات. ويقدم البرنامج كشف بالعملات الخاصة بشراء كروت الشحن. ستحصل على خريطة تحديد مواقع فروع المصرف. الوحدة موبايل، ولكي تتمكن من الحصول على الخدمة يجب أن يكون هاتفك متصل بالإنترنت. أوه صيفة، شخبارك؟ مرحبا جون، شخبارك؟ أوه سكوز مي، كلك زعلان، شو فيه؟ شوية هكي تلخبط فيك شوية كيف يا رافي؟ زلام أنا شكلك زلام. قول إن شاء الله خير، قول أنا راهو كيف خوك. قول قول قول. لا أنا شوية برامج في العمل بالشغل. يا تحكي لي رافي كم الجو تاع التطويل السلوموشن سلوموشن فكر من يخش الموضوع كلك. شو بقول لك؟ أنا علي التزامات وعندي جمعيات وكذا، واليوم صدر قرار وقفونا الإضافة لك. شوف يا رافي من اللي سأل قررت على وقفونا الإضافة من روحته؟ وقفونا الإضافة يا سيد، ما في غيره طبعاً. وقفونا الإضافة، صدرت قرار اليوم وقال الإضافة ما فيش، معناها التزاماتي كلها راحت أنا. أوه فيسبوك فيسبوك باي، من اللي وقف ال من اللي قررت على توقيف ال ها؟ الإضافة الإضافة من؟ هذا المدير، من بيديرها غيره؟ شنو هو؟ مصرف مو هو؟ تنوري تعال أنا وهو ماشي تتوري منو؟ انت بس تبارك بس بشوية انت خليك من شغلك شيء خليك شو بتدير بس؟ خليك هانت هنا نصرف ستاند اب ستاند اب فور اورايت نو وومن ستاند اب. كأنك وقفت الإضافة. المفروض تطق على الباب قبل ما تدخل. هذا على اساس رش عليك في الحمام انا. وبعدين يعني كيف كاني وقفت الاضافه؟ كانك وقفت الاضافه. شو تبي تقول؟ لا حول الله. تو انت هذا شغلك يا راجل؟ انت مش قاعد حارس على الباب؟ ايش دخلك وقفت الاضافه ولا ما وقفتش الاضافه؟
وراسك انت دخلني ونخش حتى في دماغك جوا وندير له مشغال بعدين قامز كويس خلينا نتفاهم معك مفاهمة كويسة يا سيدي وقفنا الإضافي وقفناه شو المشكلة يعني علاش وقفته علاش يعني علاش والناس اللي تاكل وتشرب من وراء الإضافي يعني شنو تموت مشهروا يا سيدي نفهمك لما نصرف الإضافي عرفت كيف؟ معك معك مبلغ كبير يكلف المصرف لذلك وقفناه خلاص عطي يوسف عباس نعم؟ يوسف عباس عطي يعني يوسف عباس هو اللي دزك ليا؟ يعني موظف عندي هو اللي دزك ليا؟ لا لا جيت قلت لك عرفت كيفه؟ كنت جوا مش حلو عرفت؟ ما؟ متضايق هيك بعدين نعم والله الحرارة رقت الحرارة رقت تبي تدير إضافي ولا أنا أتفاهم معك برا المصرف تفهم فيها ولا بكرة بكرة عارف بكرة؟ يعني يسر دي بكرة نجي يسر دي بكرة تعال علمني حتى تهدي خشي حتى تهدي بكرة يسر دي نجي نلقى الموضوع تاع يوسف عباس منتي أوكي؟ أوكي؟ أوكي اسكوزمي اسكوزمي من عن جد يسترداي بكرة من عن جد يسترداي ايوه لا لا والله اسمعني راهو البرنامج تغير شويه اللي تهنى خلاص موضوع كون هاني نهيته الو خلاص موضوع توا تمام بكر خلاص تفضل يا سيدي دور تهات مشكله كلها نو وومن نو كراك موكلي يمي يمي يا حميدة كأنك تعيط بسم الله يمي نجحت ما شاء الله ما شاء الله سلم وليدي مبروك النجاح مبروك يا حميدة ترتيب ما شاء الله خليت الترتيب الأول أخرى الترتيب الأول جاب الترتيب الاول شنو جاب الترتيب الاول الاول هذا هذا الاول تعال جيب الاول تعال كل كلام غلط بكيني يعني بدل ما تشجع وتبارك له وتعدي تقول لاصحابك عليه تكسر له في مجديفه هذه كانوا نجاح صحيح من غير ما تقوليها هذه من غير ما تقوليها ما توصي تيم عليك تعرفوا الضحك اللي جوا والهرجه اللي جوا نحسب عند الجيران انا قلت كبلها جيران وني صغاريت والدنيا بيضاء قال لك محمد نجح نعم محمد من محمد ولدي محمد ولدك انت تمام نجح نجح محمد محمد والله محمد نجح تقول كيف تضحك وكيف تضحك ما اقدرش انجح العيله شنو بقى عينيك حست بدل ما تفرحوني سحبك من هنا تسحبك ما فرحوني ولدي نجح اه شيخ انت محمد عارفين بالغشو طيب غش يا رأي غش طيب غش نجح الأول الأول إخراء على المدرسة على المدرسة محمد محمد أكيد يا قرب روح على المدرسة في الشاطر في الشاطر بتهك وبتهزي نجح الأول نجح وكانه ولدي شاطر كيف بول عيني بو عاد بول ما نحن قرينا مع بعضنا نعفوك منا يا سيدي خلاص خلاص نقول لكم حل يا سيدي تو نجيبوه واسأله ها
ها نجيبوه بس بس اجيب اجيب بس بشرط شرط راح انت تضحك انت شرط عرف الضحك راوي شيطك باديه من حمك بكره مش بالسيوله لا 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 منزلنس وما عنديش اللي يطلبها جيبها لها حاضر عيوني له متفقين وحتى انا نفس الكلام اللي يبيع جيبها لها خلاص طول هذه جيبها كم قلب الانجليزي دقيقه بس محمد دجع صغري مرحبا حميده مرحبا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا حميد مبروك يا حبيبي مبروك مبروك ما شاء الله عليك ما شاء الله قول لي يا حميده نسالك سؤال شنو معنى التجريد معقول راجل كبير زيك ما عرفش التجريد شباب خليك معي يا حمادي يا حمادي طلع باس على راسي يا حمادي حمادي حافظ جدول الضرب باهي 4 في 4 بكم نعرفش كيف ما تعرفش 4 في 4 بكم فرشة ما شاء الله عليك طالع الباتك رسمي قولي 5 في 6 بكم وعد نسخط انت الاول الاول باي حمد حمد ليبيا شنو الدول اللي تحدها شرق وغرب وجنوب مصر وتونس باي باقي الدول شنو هن نقول راجل كبير تاك ما عرفش صدق فيكم نقلنا صدق فيكم ترى صار اغلاظ مش عارف ايش وقال وقال لك من اللوطه هيك قول يا رجل وش حرقك حرق شيء انا طالع لابويا يعطيك على رزقك يا رب يا عمرو بيقول لي انت حافظ المنهج كله بتاعكم لا لا نحن نبو منهج مش على الموضه ما لعيش درناها الحمد لله الحمد لله تفضل تفضل يقول له يبي يشارك معك بالموضوع يقول تفضل تفضل يقول باهي علاش الموضوع اليوم وبدا اصلا نقسم على الموضوع ومرات الغربي بتصدق خلاص اللي بين يحبوا المشاركه احسن بعدين يشاركوا شاركوا فيش ما تعلمش حتى في الطبور سبي في الطبور ما يعرفش شنو هو الطبور اما اللي بينه تربك تشوف ما فيها مواقفها وحكاويها يا تعرف عيشتك فيها يا فيها تريح يا إما تقول كيف حالي وفيها وصف لأحوالي يا إما تحسها قصة وغير شطيح هذه جمهورية زلحة متملحة زايد ملحة واللي ناوي فيها الصلحة ينسى التصليح واللي فيها داير تلقاه منغنق في حوشه يصرف ويطرطش في قروشه مش راقي دريح يا زلحة فيك الحالة تمت شينا غيرتي فيكي حال الناس الزينة لكن مهما درتي معانا دوم عشمنا في مولانا دوم عشمنا في مولانا لا ما يريح هذه جمهورية زلحة واللي ناوي فيها الصلحة واللي فيها داير دوشه تلقاه منغنق في حوشه يصرف ويطرطش في قروشه مش راقي دريح يا زلحة فيك الحالة تمت شينا غيرتي فيكي حال الناس الزينة لكن لا ما درتي